الخارجية ووزير الشؤون الدينية وسفير اندونيسيا لدى المملكة وحاكم جاكرتا وعدد من كبار المسؤولين في اندونيسيا وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اندونيسيا وأعضاء السفارة السعودية بجاكرتا. أثناء ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين إلى شنيان مراحل وداخة هجنوة الكلاب عارف إثراء ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين إلى شنيان مراحل وداخة هجنوة الكلاب عارف إثراء ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين في موكب رسمي إلى قصر إستانا الرئيسي.